بسم الله الرحمن الرحيم. السببية في الرؤية الذرية وأطروحة مستويات الكون. يعني بالسببية في الرؤية الذرية أي نسبة الأسباب إلى الذرات، يعني أسباب ظواهر اللي تظهر على الأجسام نسبتها إلى الذرات، أنه يكون السبب في خصائص الجسم هو طريقة ترتيب الذرات وطبيعة الذرات والأواصر بين الذرات. محاور الحديث: سيكون هناك استعراض تاريخي لجذور الرؤية الذرية ومعانيها، الرؤية الذرية عند الإغريق، الرؤية الذرية عند لايبنز، الرؤية الذرية المادية، صعوبات تواجه السببية الذرية على هذا القول، يعني فكرة مستويات الكون هل تحمل ترتيبا جديدا، أي بداية هي الأقرب إلى السببية، بداية من مستويات الكون. مفهوم الرؤية الذرية: مفهوم الرؤية بمعنى إرجاع خصائص الأجسام الظاهرية، الأجسام الكبيرة، والعلاقات السببية بينها والتآثرات بين الأجسام الكبيرة، إرجاعها إلى أجزاء صغيرة جدا هي الذرات. الحجم واللون والصلابة والمرونة وغيرها من صفات الأجسام إنما تتنوع بسبب اختلاف نوع الذرات وطريقة التركيب بينها. أيضا هذا الاتجاه، الرؤية الذرية تعني الاتجاه، إذا اختلفت عندي الظواهر أتجه إلى الأصغر، لأن خصائص الكبير مشتقة من خصائص الصغير، فيستمر الإرجاع إلى الذرات، الجسيمات الذرية، الجسيمات الأولية الحرة، وهكذا. هذا اتجاه في الفيزياء. المذهب الذري وجذوره المعنوية عند الإغريق ينسب عادة في الكلام عن أدبيات الاتجاه الذري إلى ديمقريطوس. ديمقريطوس 460 قبل الميلاد ولادته. الذرة عند ديمقريطوس هي الحاصل النهائي عند تقسيم قطعة ذهب. قطعة ذهب لما أقسمها جزئين، عادة تشرح بهذه الطريقة، وكل جزء أقسمه إلى قسمين، وكل قسم أقسمه إلى أن أصل إلى الجزء الذي لا يتجزأ، آتوم. فالذرة هي وحدة متجانسة غير محسوسة، متناهية الصغر، متناهية الصغر يعني نهاية الصغر، وغير متناهية العدد، أزلية، ومتحركة بذاتها، تتحرك بذاتها، معناها لها وعي. فالرؤية الإغريقية للذرة هي شيء واعي وليست مجرد تقسيم، يعني الفكرة البسيطة اللي ممكن تخطر على أي شخص، تقسيم الأجسام إلى أصغر إلى أصغر يقف إلى حد معين، ليس هذا المقصود، وإنما الاتجاه بالوعي. إحنا حاليا استبدل المفهوم البشري بالسببية، بالتأثير الذاتي مثلا يعبر عنه، لكن معناه متحركة بذاته، هذا معناه متحركة بذاتها لما يكون عندها وعي خاص يعني. فالوعي الأصغر هو يحرك العالم الأكبر. تتشابه الذرات عنده من حيث طبيعة المادة وعدم قبولها القسمة، لكنها تختلف من حيث الشكل والوضع والترتيب. فالذرات عند ديمقريطوس لها نوع من الوعي، من الحركة الذاتية، ليس مجرد نظرية مادية. نعم، بعض أساتذته تنسب إليه أنه كان يقول بالمذهب الذري لكن على النحو المادي، لكن ديمقريطوس هو يقصد شيء معنوي. اللي يعرف عادة دراسة الحضارة ما تدرس فقط ترجمة كلمات، وإنما المفهوم يقصد يعني حركة ذاتية. فبحسب النص ما لديمقريطس أن الذرات في الأساس جسيمات صغيرة ليست لها نوعية معينة، أما الفراغ فهو المكان الذي تتحرك فيه منذ الأزل، تتحرك فيه الذرات منذ الأزل، تتصادم وتدافع فيما بينها. هذا كلام لديمقريطس ينسب أنه المذهب الذري لديمقريطس، لكن عرفنا أنه هو ينظر إلى الوعي في الأسفل، يقول أنها أزلية متحركة بذات. لاحظوا هذه كلمات لا يقصد بها الشيء المادي، لا يتحدث عن تقسيم هندسي للمادة أصغر فأصغر فأصغر إلى نهاية لا ممكن أن يكون أصغر منها. فهذه الذرات هي أجسام أزلية لا تفنى، إنما الفناء في عالم الظاهري هو نتيجة تحول علاقاته، تحول مادة إلى مادة بسبب تغيير العلاقات بين تلك الذرات الأزلية. هناك اعتراضات أيضا على ديمقريطس، الاعتراض على أنه طبيعة الفراغ بين الذرات، يعني أنت حين تقول هناك ذرات في الأسفل، هذه الذرات تسبح بالفراغ، هذا الفراغ ما هي طبيعته؟ يعني كيف يضمن علاقات ما بينها؟ يعني ماذا لا يكون معتما هذا الفراغ، مانعا للسببية بينها، مانعا للتركيب،
لماذا تسبح في الفراغ يعني؟ لماذا لا تكون متجمعة مع بعضها؟ على كل حال صاحب الاعتراض هو أرسطو. أرسطو اعترض على ديمقريطس، بعد اعترض على مسألة فكرة أنه الذرات تسبح بالفراغ. طبعا هذا الاعتراض ليس اعتراض هندسي أو اعتراض مادي، أيضا اعتراض يبني على أنه الأثير هو الذي يحيط بالأشياء، فالأثير هو الذي يضمن العلاقات ما بينها، لا سيما الذاتية أو العلاقات الواعية. فنظرية ذرية للإغريق ليست مادية، وهناك رؤية ذرية عددية، أنه الأشياء تتكون من أعداد، الأشياء في الكون كلها تتمدد. طبعا فيثاغورس الساموسي صاحب العلاقة المشهورة قبل ديمقريطس، افترض أن الأشياء كلها تعود إلى نقاط رياضية، ذلك أن طيفا واسعا من الفلاسفة يتبعون أنه كانوا يؤمنون بالرياضيات هي واقع الكوني الأسفل، واقع النسيج الكوني هو الرياضيات. هذه أيضا نظرية ذرية تسمى نظرية ذرية عددية. فأصبحت عندنا رؤية ذرية عددية، ورؤية ذرية روحية ومعنوية، ورؤية مادية. رؤية مادية ربما هم نسب إلى لوكبيوس اللي هو أستاذ ديمقريطس، ينقل عنه بعض الكلمات يفهم منها الذرية المادية، اللي يعني حاليا البعض يظن أنه الذرية الفيزيائية تعتمد على الذرية المادية، أنه هو مادة في الأسفل، لا نحتاج إلى شيء فوق المادة. المسلمون تكلموا في الذرة، لم يتطرقوا طبعا للسببية لا بشيء قليل، أنه جابر بن حيان طبعا من أشهر اللي تكلموا بالهاي، الكندي، الفارابي، الحسن الهيثم، وابن سينا وغيرهم تكلموا على مذهب أرسطو، على أنه ترجع الأشياء إلى الذرات. بعضهم نسب إلى أنه يكون الأصل فيها الهيولى لا إلى الذرة، يعني الهيولى هو الاستعداد اللي يكون يعني الاستعداد للتأثير، يعني كونه قابلية للتأثير. جابر بن حيان سنة 815 ميلادية وفاته، يعني القرن التاسع الميلادي، مبكر على أوروبا. الذرة هي شيء، لكن هو مؤثر في أوروبا، فيرى أنه يعني هو التركيب الأساسي الذرة، حتى الأجسام الحية، الحيوان، النبات والحجر، لكن ما تكلم كثير عن السببية، لكن قال أنه الذرة أنه لا تؤثر بذاتها إلا حين تتحد مع الأثير اللي هو الطبيعة، طبائع أربعة، وهناك طبيعة خامسة وهي الأثير. طبعا الأربعة، العناصر الأربعة تسمى، نظرية قديمة ترجع إلى أن بوذوقليس، تكلمنا ربما عليها في الورشة الأولى أو الثانية. فكل مادة تتركب من مقادير من الذرات. نجد الفيلسوف والرياضي الألماني غوتفيرد لايبنز في القرن السابع عشر طرح فكرة المونادات، مونادات، مونودولوجي، كتاب له مونودولوجي ترجم للعربي، قال يعني أيضا شبيه بالذرات لكن روحية أيضا عالية. يعني لايبنز غني عن التعريف، لايبنز هو مكتشف مع نيوتن في زمان واحد اكتشفوا التفاضل، التفاضل اكتشف لايبنز، كان أنه المشتقة يسميها ديريفيشن، لايبنز اللي هو اعتمد هذه التسمية عندنا، نيوتن كان يسميها لوكسيشن إلى آخره. فكان يرى أنه الأشياء تتألف من مونادات، مونادات أو وحدات روحية لا تقبل انقسام ولا أبعاد لها، لا طول ولا عرض ولا ارتفاع، وأعداد المونادات في الكون غير متناهية وخالدة، مونادات خالدة غير قابلة للفناء والاندثار، إلا أن الله يفنيها، الله هو منادي المونادات يسميه، يعني جوهر الجواهر، الذي خلقها كما يصدر شعاع الشمس من الشمس، وهو يدبر أمور المونادات. طبعا راح نلقي هذه، اللي قاري لملا صدر راح يلقي تعابير لايبنز اللي هو معاصر تقريبا لملا صدر، قريبة من كتابه، يعني حتى الحركة الجوهرية اللي راح يقول بها هي حركة جوهرية مقصودة مع ملا صدر اللي هي محمد بن إبراهيم الشيرازي. فالمونادات هي أساس القاعدة مال كل شيء، مونادات صغيرة، مونادات كبيرة، ركب المونادات الصغيرة تصير مونادات كبيرة، مثلا جسم الإنسان إلى موناد واحد، لكن الأجزاء مالته كل واحدة إلها موناد، هاي المونادات تابعة إلى موناد الجسم، وهكذا في هرمي تأسيسي لكل موناد وعي وإدراك، يتسلسل من إدراك الجماد البسيط، الجماد البسيط الحجر له موناد خاص به، إدراك النبات، إدراك الحيوان، حيوان إدراكه يعني موناده، وصولا إدراك الخالق. كل مونادة تتضمن بمفردها صورة مصغرة للعالم يظن لايبنز، وهي تترقى بحركة جوهرية لا تقبل التأثير من خارجها، يعني من جوهرها يكون التغيير، يعني مو من خارجها.
لكنها متسقة مع غيرها من كون كلها متسق، المونادات تعمل ضمن نسيج واحد يعني. فالنفس، النفس هي مونادة، مونادة مسيطرة على الجسم، وأجزاء الجسم لكل منها مونادة لكن تعمل ضمن النفس. فطبعا احتفظ لايبنز من تعبيراته، تجد تعبيرات ديمقريطس عن الذرات أنها الجزء الذي لا يتجزأ، والاتجاه إلى الصغر يعني باعتبار أنه كان يعتمد هندسة إقليدس، يعني هذا أكبر من وأصغر من، لو كان المونادة مثلا مجرد على الهندسة كان تحررنا من كثير من الأمور، لكن هو يبدو أنه معتمد على فكرة ديمقريطس، لذلك يعبر الجزء الذي لا يتجزأ يعني الأشياء الصغيرة. فيظن أنه التصاغر هو أصل، يعني أيضا هاي رؤية ذرية، التصاغر هو أصل الوعي يستمر، لكن قال بأنه المونادات المركبة الكبيرة هي مهيمنة على المونادات الصغيرة، هذه فكرة جديدة يعني. طبعا هذا الكتاب مترجم للعربي، هو كتاب من أكثر الكتب قراءة، لكن راح نعرف أنه هو ما دخل للفيزياء بشكل رسمي مع الحاجة له كما سنجد إن شاء الله. فيزياء نيوتن للأجسام الصغيرة، نيوتن بميكانيكا كتابه هذا اللي صدر بالقرن السابع عشر، المبادئ الرياضية للطبيعة، يعني اعتمد حلل المنظومات الفيزيائية كأجسام جاسئة، جسم جاسئ يعني ما يتشوه لما يتحرك، يعني كرة مثلا جامدة، مكعب جامد، فله خصائص محسوسة كجسم، ما تكلم بالذرات، يعني إذا أريد يحلل ميكانيكيا التحليل الميكانيكي لا يحتاج إلى تحليل للذرات عند نيوتن يعني. يعني في كل جسم، الجسم كتلة وحجم سرعة دون الحاجة للرجوع إلى تجزئتها لذرات. لماذا؟ لأن هذا الجسم الجاسئ صفته جامد سوليد، مقيد للذرات اللي في داخله، فما نحتاج يعني مو لكل ذرة سلوكها الخاص حتى نحتاج نتجسس على كل الذرات يعني. حتى لما نجي المحاولات الفيزيائية اللي اعتمدت على مجموع حاولت تجمع يعني سلوك البخار مثلا سلوك المائع بالاعتماد على سلوك الذرات، مثل معادلة شرودنجر، مثل قبله مثلا معادلات إحصائية لبولتزمان، أيضا للغازات وللسوائل والطاقة، يعني مو للأجسام، أجسام جاسئة لا زالت معادلات نيوتن هي الأفضل يعني التعامل معها. حتى الضوء عند نيوتن كان يعبر عنها على أنه أجسام صغيرة تامة المرونة يعني لا تتشوه يعني، حتى الضوء كان صفة ميكانيكية، فضلا على أنه الأجسام الكبيرة الشمس والقمر ما كان يرى حاجة لتحليلها، يعني تعتبر أجسام كبيرة لها كتلة لها جاذبية. طبعا أنه كان في زمان نيوتن بيير غاساندي معاصر أو قبل نيوتن بقليل، بويل، الأشياء تتكون من ذرات، كان يقول هذا الكلام تجد في أدبياتهم يعني في كتبهم، تجد الأشياء تتكون من ذرات، إلا أن المشكلة في السببية، هل تعزى السببية إلى الذرات أم إلى الأجسام، يعني الظواهر الكبيرة القوانين الكبيرة لا تنسب كانت السببية للذرات. الفيزياء الكهرومغناطيسية حينما يعني اتجهت إلى التفسير الذري أصبح يرون مثلا الجسم السوليد بادي هذا اللي على اليمين، على اليمين سوليد بادي يؤثر كتلة وقوة واتجاه، أصبح هو summation integration ل f dx، يعني لما ناخذ element صغيرة dx كل قوة صغيرة، فقوة الجسم هو مجموع integration summation مجموع الجسيمات الصغيرة، فالقوة الكلية عند نيوتن F تساوي الكتلة، ها كتلة في التعجيل، كتلة في التعجيل الأرضي، هذه كتلة كجسم. أما إذا حاسبنا كل ذرة على حدة وشفنا تأثيرها، تأثيرها الانجذابي، تأثيرها الكهرومغناطيسي، راح تكون القوة هي انتجريشن مجموع مال يعني لكل إلمنت، لكل ذرة، لكل جسيم. في ميكانيكال كيم أصبح يعبر مثلا على الأجسام يعني معادلة شرودنجر أو معادلات بديلة عنها، هارتلي فوك معادلات، أنه تحسب مجموع الذرات أو الأواصر اللي بين الذرات فيما بعد. فالجسم الكلي اللي عامل نيوتن ككل في جسم جاسي أصبح ممكن أنه نعبر عنه هذا السلوك العام له هو سلوك مجموع الذرات اللي تكونت، فيكون أنه معادلات نيوتن هي عبارة عن معادلات اختصار للمجموع تأثير الذرات. هذه الرؤية الذرية أصبحت.
طبعا الرؤية الذرية أول من قال بها بشكل علمي ونسب التفاعلات الكيميائية التي تحصل بين المواد هو جون دالتون. جون دالتون متقدم، يعني رجل بالقرن التاسع عشر، بداية القرن التاسع عشر، 1803، أول من قال على أنه التفاعلات الكيميائية ناتجة من التفاعل بين الذرات، نسب السببية إلى الذرات. من الخطأ القول أنه أول من قال بها هو لايبنز، بولتزمان. بولتزمان متأخر حوالي قرن عن دالتون. بولتزمان اللي سواه هو معادلات إحصائية لحساب سلوك الغازات والطاقة، لكن اللي حصل الاشتباه اللي حصل في الأوساط العلمية بسبب تقرير ظهر على قناة البي بي سي، تقرير لشخص يعني يعد برامج علمية اعتمادا على كتب تاريخية، فلما أخذ كتاب تاريخي عن الفيزياء، إنجازات الفيزياء، وجد أول من قنن مسألة التصرف الذري هو بولتزمان، فنسب القول بالنظرية الذرية إلى بولتزمان. ما قرأ كتب كيميائية. النظرية الذرية قال بها دالتون، والكيمياء ما كانت متميزة كثيرا يعني من هاي الناحية، مثل الذرية، بحوث الذرية عن الفيزياء. فالنظرية الذرية هي وليدة علم الكيمياء، دخلت إلى الفيزياء، والفيزياء طورتها أيضا ورجعت إلى الكيمياء. فالنظرية الذرية هي دالتون. من الخطأ الاشتباه والقول أن بولتزمان هو أول من قال بالنظرية الذرية. طبعا الرؤية الذرية الحديثة تختلف عن الرؤية الذرية الإغريق. الرؤية الذرية الحديثة تحاول أن تكون مادية، تحاول أن تقتصر على ما يمكن أن يقاس، ما ممكن أن يجرب. دالتون أيضا يختلف من ناحية قوله بالذرات. الذرات عند الإغريق وحتى يعني عند غيرهم أنهم متشابهة، لكن دالتون يقول أن لكل مادة ذرات مختلفة، ذرات مختلفة. فهنا صحيح ذرات هي تسمى ذرة لكن أنواع. طبعا هذا راح يقود إلى أنه البحث عن كل ذرة وعن خصائص كل ذرة عن انفراد. فطبعا فيما بعد أنه هذا الاختلاف بالذرات لماذا يرجع، يعني وجدوا أنه يرجع إلى أجسام متشابهة عند الكل، البروتونات والنيوترونات والإلكترونات اللي اكتشفت يعني بزمان متأخر يعني عن دالتون. لكن هو كان ممهد بقوله أنه كل ذرات المواد، اختلاف المواد ينتج من اختلاف الذرات مو لاختلاف العلاقات بينها، يعني مثل ما الإغريق كانوا يرون، ولا جابر بن حيان، ولا الآخرون. يعني الفرق بين النظرية الذرية الحديثة دالتون وغيره وبين لايبنز، أن لايبنز صنفت كنظرية ميتافيزيقية تعتمد على الوعي، أن هناك وعي ذاتي للمونات، والوعي الذاتي طبعا أنه ماكو حاجة إليه في التفاعلات الكيميائية، يرى دالتون ولا غير دالتون ماكو حاجة إليه. طبعا ظهرت ميكانيكا الكم في الأخير واعترفت بتأثير الوعي، بل اعترفت أنه للإلكترون وعي خاص، معناه له رياضيات. ما دام هو دالة رياضية، ما دام الإلكترون هو دالة رياضية قبل أن يرصد فيتحول إلى واقع فيزيائي، فهاي الدالة الرياضية تعبر عن وعي. لماذا؟ لأن الرياضيات من عالم الوعي حسب الرؤية الأفلاطونية المعتمدة عند كثير من الفيزيائيين، حتى بنروز اللي حاز على جائزة نوبل بالفيزياء 2020 من مناصري الرياضيات الأفلاطونية، أيضا يرى أن هنا الوعي الرياضي هو الأساس الكوني، هو النسيج الكوني. فالإلكترون ما دام دالة رياضية إذن هو له نسبة من الوعي. هاي الرؤية كانت تستفز أينشتاين، كان يقول أفضل أن أكون نادلا في نادي قمار ولا أكون فيزيائي إذا كان الإلكترون وعي خاص وأنه يختار مساراته بنفسه. فالقول بأنه الإلكترون له وعي خاص هذا يقرب ميكانيكا الكم إلى فكرة المونادات، بل إلى فكرة ديموقريطس، لأنه هناك وعي ذاتي، هناك خيارات ذاتي. لكن ما تم التزاوج بين ميكانيكا الكم بين فكرة المونادات. لماذا؟ لأن يعني يشعر الفيزيائيين بعضهم بخطورة الخروج إلى تخصص آخر، أو يحاول تأسيس يعني من نفس تخصصه لكل الأسئلة الكبيرة، بينما لا، هناك يعني بعض الفيزيائيين يعترفون بأهمية التنوع أو التبادل بين الاختصاصات. يقول هايزنبرغ، يقول إنه الإنجازات الكبيرة في العلم حصلت نتيجة تزاوج بين تخصصين. هذا الفرق بين النظرية الذرية وبين لايبنز. قلنا أن بولتزمان النمساوي لودفيج بولتزمان توفي 1906 طرقا إحصائية لوصف ديناميكا انتقال الطاقة وحركة الغازات. أيضا كانت هناك مشاكل على نحو
الأجهزة الحرارية كيف تتحول بها الحرارة، عرف عن بولتزمان بحوثه في الانتروبي العشوائية. عشوائية إن الأشياء تتجه مع الزمان إلى العشوائية، من النظام إلى العشوائية. فالأشياء في الطبيعة قانون الانتروبي هو المبدأ، يسمى مبدأ الانتروبي. القانون الثاني للثرموديناميك، الانتقال الحراري، هذا قانون كوني مبدأ يعتبر يعني. فالأشياء تنتقل العشوائية مع الزمان، ما ممكن إرجاعها إلى النظام إلا من شيء من خارج المنظومة. يعني الأشياء ممكن نفسها لما تخلي مثلا قالب ثلج مرتب، شوي شوي يصير بيه تسامي، يصير تبخر، يتحول إلى بخار، بخار أكثر عشوائية من الثلج، بلورات الثلج. فيتحول إلى عشوائية. زين، إذا أردت أنه أجمع مرة ثانية أحتاج أنه أبذل جهد وأسوي طاقة وأسوي حركة من خارج المنظومة. المنظومة إذا تركت لشأنها فتتصرف إلى العشوائية، تتجه إلى العشوائية. طبعا هذا أثير عليه كثير من أثار كثير من الجدليات، على أنه من قال أنه ما هو معيار العشوائية؟ هل هو التوزيع الهندسي الذي يرى في الأجهزة الحرارية، أم أن هناك يعني هناك شيء رياضيات يتحكم؟ وطرح بولتزمان فرضية عقول بولتزمان، أن هناك عقول تتحكم بالإنتروبي على مستوى الكون. أيضا رجع إلى القول بأنه ضرورة وجود وعي يتحكم بالعشوائية. فالعشوائية طبعا مبدأ لا زال معترف به، مبدأ ثاني من مبادئ الفيزياء الكبيرة. الاستمرار في اكتشاف أجزاء من الذرة، استمر البحث عن مكونات الذرة، لماذا يختلف البروتون عن النيوترون؟ هل يعني محاولة الرجوع إلى شيء واحد يعني؟ فطرحت فرضية الكواركات. الكواركات إذا تم ترتيبها بطريقة معينة تنتج النيوترون، إذا بطريقة أخرى البروتون، إذا بطريقة أخرى الإلكترون. طريقة طبعا الكواركات ما ثابتة بشكل كافي. وهناك أيضا فرضية الجسيمات الأولية، الجسيمات الأولية لمكونات الذرة ولا الجسيمات الحرة، هل هناك جسيمات أولية أم لا؟ وايد تجارب تصادم، سيرن وغيره، أنه يحاولون ينتجون جسيمات أو يفحصون وجود جسيمات أولية، أصبح عدد هائل من الجسيمات الأولية. كانوا يأملون بالرجوع إلى جسيم واحد، لكن اكتشفوا الكثير من جسيمات يعني. نظرية الكم طرحت، يعني نظرية الكم بدأت، نظرية الكم مو ميكانيكا الكم، أقصد نظرية الكم مع ماكس بلانك، اللي تقول أنه الطاقة موجودة بكمات، مثل الدرج، مثل السلم، بكمات، كم، كمين، ثلاثة، ماكو كم ونص مثلا. حتى استخدمها دي برولي لتفسير هاي الأوربيتالات مع الذرات، ليش بينات فراغ؟ قال هاي يصير تداخل موجي إتلافي وتداخل بناء وهكذا يعني. فتكون الطاقة بشكل كمات. هاي نظرية الكم طبقوها على الذرة، أن الإلكترونات موجودة في مستويات متقطعة حول الذرة. هذه الكمات مال ماكس بلانك يعني. فماكس بلانك أيضا رجع إلى شيء من الذرية، وهي ذرية الكمات. طبعا الكم أصغر بكثير من الذرة، الكم 10 أس ناقص 39 أو 33، 34 عفوا، كسر رقم في 10 أس ناقص 34 من المتر يعني، في قليل جدا يعني، صغير جدا، أصغر من الذرة. الذرة 10 أس ناقص 10، واحد في 10 أس ناقص 10 يعني، تصور هذا الشيء الهائل يعني. فالكمات هل يا ترى ممكن اعتبارها هي ذرية الكون، هي الجزء الذي لا يتجزأ؟ الكم عند ماكس بلانك هو أيضا جزء لا يتجزأ، وأصغر شيء في الكون. حتى المعرفة ما ممكن أنه تصغر يعني، رغم خور رياضيات تعرفون أنه ممكن الكم قسم على اثنين برياضيات نصل يعني، لكن هذا ممنوع فيزيائيا. الكون المتقطع أيضا أنتج مشاكل كثيرة يعني. الكون المتقطع لما هو متقطع كيف تنتقل الحوادث بينها؟ كيف يحصل انتقال مكاني لما هو متقطع يعني؟ المفروض يصير لا نهائية هنا، لا نهائيات بين الأشياء المتقطعة. ما ممكن أنه إجراء التفاضل على شيء متقطع. طبعا اللي يعرفون يعني التفاضل المقابل على المجاور ظل تانجنت، راح يصير عندي شنو؟ راح يصير انفينيتي رأسا. لو كنا متقطعين نحن، لو كنا متقطعين كيف ترتبط أجزائنا؟ كيف يكون عندنا وعي واحد وإحنا متكونون يعني من ذرات؟ فالبحث عن نسيج جامع يجمع هذه الأشياء المتقطعة حاجة ضرورية لتفسير الحوادث الكبيرة. إذا مثلا ممكن تفسر الذرة، ممكن تفسر انتقال بين الأوربيتالات الإلكترون، لكن كيف تفسر الأشياء اللي هي نسيج واحد يعني؟ البحث عن الجسيمات الأولية يقود إلى مزيد من التنوع يعني. في مصادم سيرن
سويسرا وغيرها من المصادمات، حاولوا ينتجون أو يبحثون على جسيمات أولية، نتجت كثير من الجسيمات، آخرها ربما هيجز، جسيم هيجز يعني بوزون هيجز، جسيمات طاقة وجسيمات مادة. على كل حال، فعلى أمل العثور على جسيم مشترك، لحد الآن قاعد تكثر الجسيمات، فما تقل يعني، ما تتجه إلى جسيم أقل، ويحتاجون طاقة بعد أعلى حتى يقسمون هاي الجسيمات الأولية إلى ما هو أقل، على أمل الرجوع، على أمل اكتشاف ذلك الجسيم الواحد الذي لا يتجزأ. طبعا كمات ماكس بلانك في النظرية الكمية هي كمات طاقة. هل أن أصل الواقعيات أوتار مهتزة؟ ظهرت فرضية لا زالت فرضية وليست نظرية، أوتار الفائقة. أوتار الفائقة تقترح أن جميع الجسيمات الأولية تتكون من أوتار، كل وتر يهتز بطريقة معينة ينتج جسيم، ينتج مكان، ينتج زمان، ينتج كذا جسيم، اهتزاز، أوتار مهتزة. لكن هاي الأوتار المهتزة ربما تفسر نشوء الجسيمات الصغيرة، لكن ما تفسر القوانين الكبيرة. لا زال أيضا مشكلة الفراغ اللي بينها، يعني نفس إشكال أرسطو على ديمقريطوس أيضا، ما هو طبيعة الفراغ بين هاي الأوتار، وكيف يعني تتصل الأوتار ببعضها يعني تشكل عالم كبير. البحث عن أصل المكونات والسببية الضائعة، يعني فالسببية بين هاي الأجزاء كيف تنتج السببية في الظواهر الكبيرة في الضوء كالجاذبية وكمجالات. إذا رجعنا إلى الصغر راح نرى تقطع للسببية، يعني فتصير المشكلة أكثر، المشكلة ليست ظهور جسيمات فقط يعني، من ظهور قوانين كيف ظهرت القوانين، فخصائص العالم الأكبر كيف ممكن استنتاجها من الرجوع إلى الصغر. كلما كان الجزء أصغر وبسيطا كلما كان أجدر بأن تنسب له الخصائص والتأثير والقوى بحسب النظرية السببية كوزاليتي. هذا الإيمان طبعا إيمان بالشعور بأنه السببية تكمن في الصغر، هذا يعني مبني أيضا على هندسة إقليدية وعلى منطق أرسطي، على أنه الجسم المركب مو أصيل، يعني ليس أصيل الجسم المركب، الجسم المركب ناتج من تركيب الأجزاء، في يوم من الأيام كانت الأجزاء منفصلة ثم تركبت. فهنا يعني نرجع من خصائص الجسم الكبير نرجع على الأشياء الصغيرة، هاي رؤية كلاسيكية جدا قديمة يعني. فالكل أكبر حجما وهذا أصغر، إذا الرجوع إلى الأصغر بسبب التركيب. طبعا هذه رؤية إقليدية صرفة ورؤية قديمة وعليها الكثير، تواجه الكثير من الصعوبات، صعوبات لاحظوا بعض الصعوبات. نعم، فالصعوبة هذه تفترض على أنه الأجسام الصغيرة هناك فراغ بينها، يعني أوتار أيضا فراغ تحتاج ما بينها يعني، فما هو الذي يربط هاي الأوتار؟ ما هو الذي يربط الذرات؟ ما هو يربط الكمات؟ يبقى متقطعة يعني نفس الإشكال القديم. لا، فترابط مال المونادات مال لايبنز ما ينطبق عليه، لايبنز المونادات عدة لايبنز، أنه ممكن بعضها يصير جزء من بعض، تركب من بعض، أما هاي الأوتار ما ممكن وتر يكون جزء من وتر. نعم، أكو جون ويلر طرح فكرة على أنه يكون هناك وتر واحد من بداية الكون إلى نهايته ممتد في الزمان وينتج كل أنواع الزمان والمكان وكذا ترجع إليه الأوتار البقية، لكن ما كان هذا يعني تتوفر لأدلة كافية، إنما هي كانت فكرة يعني. الصعوبات التي تواجهها الذرية أيضا، الكل تكون بعد الجزء، هذا لا دليل عليه يعني، هذا لا دليل عليه يعني إلا السببية الفيزيائية. أنت إذا تفكر فقط في الفيزياء تعتمد على العلل الميكانيكية للفيزياء الكلاسيكية. طبعا هنا يعني لابد أنه تعترف الكبير ينتج من الصغير، لكن هناك الفيزياء بنفسها يعني اعترفت بوجود سببية غير السببية الميكانيكية الكلاسيكية، والسببية الكمومية، سببية ميكانيكا الكم، تأثير الوعي، كيف يؤثر الوعي على الأشياء، هذه راح نأتي عليها إن شاء الله بالقليل. من الصعوبات أيضا وجود صفات للأشياء المركبة ما موجودة في الأجزاء، مثلا تكون الماء، ما يتكون من الأكسجين والهيدروجين، الماء يطفئ الاشتعال، أما الأكسجين والهيدروجين تعرفون خصائصه يعني يشتعل ويساعد على الاشتعال، الماء لا يساعد على الاشتعال ولا يشتعل. أيضا أنه في سلوك الرجد بدي، يعني أكو الأشعة الضوئية وكأنها تعرف الرجد بدي،
لما تدخل الأشعة الضوئية بشكل مائل على هذا الجسيم المستطيل، جسم شفاف مستطيل، هاي القطعة هذه مستطيلة، ولنتخيل أنها مكعب، مكعب زجاجي، نرى أنه ينكسر في مسار واحد في الضوء، لما يخرج يستعيد مساره، هذا قانون الانكسار تعرفونه، يعني ما يصير تشتت لوني. أما لو دخل إلى منشور، لحالما يجتاز الحد، حد الجسم يتوزع إلى ألوان، تختلف مسار الأشعة. بالطبع طبعا لو جعلنا هنا الجزء الثاني من المنشور من هاي الجهة يرجع إلى التجمع مرة أخرى يعني. لكن الأشعة هنا عرفت عند الحافة على أنه هذا منشور مو مستطيل، رغم أنه هذا الجزء يشابه، يعني هذا المستطيل، هذا المستطيل لو قسمناه بشكل قطري يصبح مثلثين، لكن ما دام ريجيد بادي جسم واحد الأشعة لا تنكسر إذا دخلت الحدود وتجتازه وهي أشعة واحدة، بينما إذا كان منشور ستعرف الأشعة على أنه هذا الجسيم هو منشور. فكيف عرفت الأشعة بأبعاد الجسم الأخرى إذا كان هذا سلوك ذري؟ إذا كان سلوك ذري، طبعا أنه ظاهرة الانكسار ظاهرة مجهولة فيزيائيا لحد الآن. هناك تفسيرات معنوية لها، هناك تفسيرات رياضية في قانون فيرمات، هو أصلا رياضي قانون الانكسار يعني، لكن لما بدأت الفيزياء الكهرومغناطيسية تخلوا عنه، فأصبح من الصعب تفسير الانكسار. هناك أيضا صعوبات على أنه ظهور منظومات رغم الاتجاه العشوائي، الكون يتجه من مليارات السنين إلى العشوائية، قلنا أنه الأشياء كلها إذا تركت تتجه العشوائية، لاحظوا هذه الذرات هنا المتجمعة لما ترفع اليد عنها تتجه إلى العشوائية، عشوائية شلون هذا النظام هذا عشوائي، لما أريد أرجع للنظام لازم تدخل من خارج منظومتها، يتدخل عنصر خارجي يصرف طاقة من خارج منظومتها، بينما الاتجاه العشوائي يحرر طاقة. فعندنا المنظومات الحية، المنظومات الحية الكائنات الحية تتكون يعني عكس العشوائية، فكيف ظهرت الكائنات الحية بعد مليارات السنين من الكون؟ كيف تكونت؟ لذلك هذا إشكال شرودنجر يستدل كفيزيائي، يستدل بالقانون المبدئي الثاني على أنه الحياة كيف ظهرت الحياة، What's the life، الكتاب ما هي الحياة، ضد نظرية التطور. نظرية التطور تقول الأشياء تتطور وتتعقد، يعني كيف تتعقد والكون يتجه للعشوائية؟ لابد من تدخل عالم خارجي، يعني شيء عنصر خارجي يتدخل في المنظومة، ولا كيف تتجه الأحياء إلى التطور إلى منظومات أعقد؟ فقانون، أما نرفع اليد عن هذا المبدأ المهم في الفيزياء، قانون الثرموديناميك الانتقال العشوائي، أو نحتاج إدخال عنصر آخر حتى هو اللي يتحكم في تطور الكائنات. فلذلك الفيزيائيين بعيدين عن نظرية التطور من هذه الناحية. فهذا من الإشكالات والصعوبات اللي تواجه الرؤية الذرية، الذرات اللي وحدها إذا تركت تتجه العشوائية، كيف ظهرت الكائنات الحية؟ ما ممكن يعني، بينما أول ما يموت الكائن الحي يرجع للعشوائية مرة أخرى. أول ما يموت الكائن الحي يرجع للعشوائية مرة أخرى. المجالات الكهربائية والمغناطيسية، المجالات الكهربائية لا يبدو تكوينها كأنه تكوين تراكم ذري. مجال مغناطيسي من الأرض يخرج من جنوب الأرض ويدخل في شمالها. هذا ليس نتيجة تراكم ذرات الكرة الأرضية. المجال الكهربائي أيضا حول الموصلات، لما يعني الإلكترونات لما تمشي في الموصل تولد مجالات، هذا ليس تصرف ذري. لا يبدو أنه الذرات نفسها قاعد تتحكم في هذا المجال الكبير، مجال كبير ومتسق غير متقطع. المجال المغناطيسي والكهربائي غير متقطع كموميا. طبعا المجال فهمه، القول بالمجال اللي يعتبر أينشتاين من أهم الفرضيات الفيزيائية، نتج من يعني نقطة فراغ عند قانون نيوتن. قانون نيوتن كان يفترض أنه كل كتلتين في الكون تجذب إحداهما الأخرى، لما هنا كيف تجذب وليس بينهما يعني اتصال؟ كيف تؤثر قوة في شيء آخر بدون اتصال؟ فرض نيوتن في وقته، فرض وجود أنه يصير
انكماش ومط في الأثير، كان يقال بالأثير يعني، فيسبب هاي الجاذبية. لكن لما رفعوا اليد عن الأثير أصبح المجالات تنتقل بالفراغ يعني، وهذا شيء غير مفهوم. لكن هو المجال ما ممكن التحسس به مباشرة، وما يتم التحسس به بتأثيره. الصعوبة التي تواجه الرؤية الذرية أيضا الوعي، الوعي اللي الإنسان الخاص به ما يبدو أنه وعي ذري يعني، حتى الذرة ما نقدر نعيها يعني بأنفسنا يعني. لو كان وعي ذري كان متقطع، فكيف يكون وعينا متصل وهو نتذكر الآنات الماضية؟ فالوعي لا يبدو أنه وعي متكون من ذرات أو تراكم ذرات. وهناك أيضا تأثير للوعي في تجربة الشق المزدوج، يؤثر الوعي على سلوك الجسيمات دون الذرية، فيؤدي إلى أن تسلك الموجات الكهربائية تسلك سلوك موجي عندما لا يرصدها الإنسان، أما عندما يرصدها تتحول إلى دقائق، تسلك سلوك دقائقي. هذا التأثير ليس تأثيرا ذريا، بل هو يؤثر في الذرات. إذا وعي الإنسان لا يبدو أنه ذري، فهناك إذا واقعية لا ترجع إلى الذرات. من أين نشأ هذا الوعي؟ هل نقول بالمنادات؟ هل نقول بعالم آخر؟ نفس ميكانيكا الكم هي متناقضة مع الرؤية الذرية. ميكانيكا الكم تعترف بالوعي، وربما تفترض أشياء من الوعي من التأثير عكس الزمان، يعني يؤثر في الماضي غير المرصود، تأثير قهقرائي بحسب تجربة الخيار المتأخر لجون ويلر. فإذا كان الوعي يؤثر قهقرائيا، فالذرات تأثيرها ميكانيكي يمشي مع الزمان. الأشياء الكبيرة تبدو أكثر انتظاما يعني، الأجسام الكبيرة ما تجد فيها اضطراب، لما ينشي الإنسان ما يجد اضطراب، بينما يوجد perturbation لاضطرابات في الذرات. حتى هناك يعني طرق حسابية لحساب تأثير يعني، ضبطت الـ perturbation في حساب المدارات يعني، بحسب يعني الرؤية الذرية، إذا كان مثلا جسمين ينجمع اضطرابهم يصير أكثر، إذا ثلاث أجسام اضطراب يصير أكبر حسب نظرية الشواش أو الفراشة، اللي تقول أنه لو كانت رفت فراشة في الصين ربما تتراكم وتتحول يعني أجزاء، شلون كسورات مال الأرقام، لما مثلا محاسب عنده كسورات فرق الدفع المالي ممكن يتجمع عنده مبلغ كبير، كذلك الاضطرابات هاي القليلة ممكن تتجمع وتحصل يعني إعصار في الولايات المتحدة مثلا إذا هي في الصين على رفة فراشة. فكذلك الاضطرابات في الذرات ممكن أن تتراكم وتنتج اضطرابات أكبر في الأجسام. فلماذا نرى الأجسام الكبيرة خالية من الاضطرابات بينما الأجسام الصغيرة مليئة بالاضطرابات؟ طبعا هناك صعوبات أخرى، أنه كيف ننظر الأشياء كأنه ذرات؟ يجي حيوان مثلا الأسد، كيف أعرفه كأنه ذرات؟ مثلا نقول جاءك الأسد، جاءك مجموعة ذرات لها مثلا كذا تأثير عصبي، لها كذا ميل إلى الافتراس، لها كذا مثلا حاجة وهي جوع، فتصير صعب المعرفة البشرية لها، كلها اعتمدت في الذرات. لذلك بعض الهندسة مثلا لا زالت تعتمد قوانين نيوتن للأجسام. لا نهائية التصاغر رياضيا ممكن نقسم الأشياء إلى ما لا نهاية، ما توقف يعني. تناقض بين ميكانيكا الكم والنسبية أدى إلى يعني ميكانيكا الكم متناقضة مع النسبية في عدة أمور يعني، منها تأثير الوعي، منها السببية العكسية، منها يعني هواي علاقتها بالزمان. في كتاب ذا جراند ديزاين، التصميم العظيم، ستيفن هوكينج فيزيائي الإنجليزي، يقول يقسم الكون موزائيكي، يقول أنه الجسم الماكروي الكبير ظاهرية أو الجاهرية مثل ما ترجمها البعض، الجاهرية الكبيرة، وأجسام المايكروي الصغير المجهري يعني حسب هذا المترجم يعني. فيقول ميكانيكا الكم تطبق على الأجسام المايكروية صغيرة جدا، ميكانيكا الكم، والنسبية تطبق على الأجسام الكبيرة. طبعا هو حل التناقض يعني، وكتب ألفت فروم مايكرو تو ماكرو، هذه الكاتب هذا بلاتكو فيدرال يظهر إيطالي. فالعالم المايكروي طبق بنظرية الكم، ميكانيكا الكم، العالم الكبير نسبيا، هذا حل موزائيكي يعني. طبعا هو يسعى الى نظريه موحده كامله للكون يعني، بتصير المشكله اصعب لما يعترف بانه نظريتين صحيحتين يعني، هذا للكبير وهذا الصغير. ثاني شيء، ما هو الحد بين الكبير والصغير؟ اعطيني حد باوندري. الظواهر الكموميه ظهرت فيما هو اكثر من الذرات يعني، ذره اكو كرات بك طبقوا عليها تجربه الشق المزدوج الكموميه، ظهرت تأثيرات الكمومية على كرات بيكي، كرات بيكي 60 ذرة كربون حجمها يعني، 60 ذرة كربون شيء كبير
إذا شنو الحد اللي فاصل بين هذا العالم المايكروي والماكروي؟ هذه إحدى الصعوبات، لكن هي فكرة أنه تعتبر اعتراف بالفيزياء بضرورة أن هناك قوانين مو في عالم واحد، مو في النسيج الذري. النسيج الذري قوانينه شيء، النسيج الفيزيائي قوانينه شيء، وهناك قوانين تعتمد على الوعي، هذا وكأنه من نسيج آخر يعني. فهوكينج اعترف بضرورة تقسيم الكون بحسب النظريات بطريقة يسمى الموزاييك يعني. فكرة مستويات الكون هاي اللي قلنا عليها، هذه أول اعتراف بها طبعا، أنه فاين مرة احنا نجي إلى كلامه، يكون أنه يقسم يعترف هذا بالتقسيم يعني. فمستويات الكون تعني أنه يتكون من عدة مستويات الكون، لكل مستوى طبيعة السببية الخاصة به واتجاه الزمان الخاص به، وهناك عناصر مشتركة بين عدة مستويات، مثل الإنسان، جسد الإنسان يشترك مع النسيج الفيزيائي، أما عقله ووعيه ينتمي إلى النسيج العلوي، فلذلك نرى الإنسان مثلا بوعيه بغايته يحرك جسده، أتخيل هدف أو أتحرك لهدف، فهي علة غائية، الغاية تحركني، ولا أنه تقلص العضلات في علم ميكانيكي، هذا علة فاعلية. لكل مستوى طبعا سببية، نقدر نقول كل مستوى له سببية، واتجاه بالزمان، مثلا نشوف هاي تجربة الخيار المتأخر تتجه باتجاه زماني مختلف عن الزمان الفيزيائي واتجاه العشوائية. فالكون مستوى الكون الفيزيائي نعم تتحكم فيه الرؤية الذرية، نقدر نقبل كل ما تنتجه النظرية الذرية، لكن المستوى الأعلى لا، ما تتحكم به الرؤية الذرية، فالرؤية الذرية مو حاكمة على الكل، على الكون، لا، مستويات كونية ما تحكم عليها الرؤية الذرية، مثل مثلا الانكسار هسه اللي عرفناه يعني. السببية في عالم الوعي والحياة والبيولوجيا سببية، هاي ما ممكن تكون سببية ذرية، الكائنات الحية أحيانا بها ظواهر مختلفة، فهنا ممكن نسبة أنه الأشياء المسيطرة على الكائنات الحية الوعي الخاص بها، المنادي الخاص بها، إلى مستوى أعلى من المستوى الذري. المستوى الذري على مسرى يتسق مع الرؤية العلوية المستوى الأعلى، فلكل مستوى أعلى يعني لكل مستوى هو سببية خاصة به. فالأشياء في العلة الغائية تسير إلى النظام، الأشياء في الرؤية الذرية تسير إلى العشوائية. طبعا هذه الزمان مختلف أيضا، هناك من الأكبر إلى الأصغر، من الأصغر إلى الله خلق مثلا الأكبر ثم الأصغر، لاحظوا. فهنا نقدر نستخدم أنه قوانين نيوتن أجسام الجاذبية، لما نرجع للذرية نستخدم قوانين الذرية. طبعا هناك أنه إنجاز فلسفي ممكن أنه من خلال هذه يعني، كيف تتعايش العلة الفاعلية مع العلة الغائية، هاي الفلاسفة تنفعهم. فممكن إذا قسمنا الكون إلى مستويات يعني، العلة الفاعلية مثلا أضرب الكرة، شو أنا أضرب الكرة برجلي، تقلص العضلات تضرب الكرة. العلة الغائية مثلا، لماذا أضرب الكرة؟ أحيانا تتحد مثلا لما أصنع كرسي، هذا الهدف، العلة الغائية مثلا أريد أن مثلا أسجل هدف، هاي الغاية مالتي، هذا السبب، لماذا؟ لماذا ضربت الكرة؟ لأتقلص العضلات، علة فاعلية. لماذا ضربت الكرة مرة ثانية؟ علة غائية، لتسجيل هدف. لاحظوا مثلا أحيانا تشترك في مشروع واحد، لما أريد أن أصمم كرسيا يعني، الكرسي عندي في ذهني غاية، عندي هدف، حركتني العلة الغائية، الغاية. بينما أدواتي مسمار والمادة ويدي وحركاتي، هاي علة فاعلية. هذه ممكن التنسيق بيناتهم بتقسيم الكون إلى مستويات. طبعا هذا موجود تقسيم دينيا يعني، السماء والأرض والسماوات، تعدد السماوات، تعدد الأراضين، هذه ممكن نلقى لها أبواب دينية. فالطبيعة أيضا يسجل ريتشارد فاينمان اللي هو يقول أنه إذا أردنا نرسل رسالة إلى حضارة ثانية على الأرض، إذا إحنا فينينا وحضارة ثانية نرسلهم رسالة، فهاي الرسالة العلمية أهم شيء إيش نكتب له؟ نكتب لهم أن الأشياء تتكون من ذرات. مع ذلك يرى أنه الطبيعة لا تعطي لنا، تبدي لنا الأشياء المهمة، وكأنه الطبيعة تختصر علينا التعقيد الذري وتعطينا أشياء أنيقة في الخارج لغرض حياتنا يعني، كأنه الطبيعة واعية. فيقول أن الظواهر الأساسية تكون بعيدة عن قوانين الفيزياء، الظواهر الأساسية الكبيرة ما نقدر نتحرى لها ذريا، صعبة يعني. فلو شاهدت قطع الثلج تنهار في نهر جليدي، نهر جليدي والثلوج تنهار، ما تقدر تروح على بلورات الثلج تعبر عنها، بلورات الثلج كذا حصلت كذا، وإنه ما تقدر مباشرة تقول تساقط الثلج كذا، وتحسب الوزن، تحسب الكتلة والاتجاه والاحتكاك، وبشكل سريع يعني.
فيبدو يقول أن الطبيعة مصمم بحيث تبدو أهم الأشياء في العالم الحقيقي، وكأنها نتيجة عرضية معقدة لكثير من القوانين. قوانين معقدة كثيرة، أنه الطبيعة تختصر لك وتعطيك شيء لطيف ومناسب لك يعني. هذا قانون، أنه خصائص القانون الفيزيائي، كتاب مهم جيد يعني. فهناك ألغاز يعني ما ممكن تفسيرها ضمن القوانين الفيزيائية، مثلا كيفية تكون الكربون والنيتروجين. كربون والنيتروجين معقد الكربون يعني، ما ممكن تصوره بالرؤية الذرية، الرؤية الفيزيائية الذرية من الانفجار العظيم وما بعده، ما ممكن الكربون والنيتروجين. النيتروجين يحتاج 12 ظرف يعني، يحتاج 10 عنصر في تكوينه يعني، ما ممكن يكون موجود. فيقول أنه ظاهرة السحق في النجوم، هذا الاندماج الذري، ما ممكن يكوننا إلا 6 عناصر يعني، فما ممكن العناصر المعقدة تكونت بهذه الطريقة الذرية، لابد من تدخل عناصر أخرى. طبعا فيقترح تقسيم هرمي للأشياء يعني، فالأشياء تبدي مثلا أشياء صغيرة حتى تبدي مثلا يصل إلى مثل أشياء ارتعاش العضلات، ارتعاش العضلات اللي يسبب مثلا تفاعل نفسي، ارتعاش العضلات ربما يسوي مثلا تحسس بالجمال، مثلا الدافع العصبي يفسرها فيزيائيا الأشياء، مثلا الاستحسانات الجمال. فهذا يرجع يقول يتضمن تنظيم المادة، يحاول، هذا طبعا هو مو نظرية طارحة، فكرة، يحاول يربط، لأن طلب أيضا ما تقبل من عنده. فيقول أشياء معقدة مثل الضفدع، ينتقل إلى كلمات بعد أرقى مثلا الإنسان، تاريخ، النفعية، براغماتية سياسية وما إلى ذلك. هاي مستويات بالكون يعني موجودة ظاهريا يعني، التاريخ موجود كفكرة يعني، فهاي الفكرة مو ذرية. شلون تكونت ذرية؟ قلت تكونت بشكل هرمي. طبعا هاي الصورة قدامكم، هاي سلسلة فيبوناتشي، مسلسل فيبوناتشي رياضية، تلقاها بالمجرات، تلقاها بالقواقع، تلقاها بكثير من النباتات، تلقاها حتى في حركة الجسيمات الأولية. هاي يعني متسلسلة، مستغرب يعني، غريبة جدا ومدهشة، ولا زال ما لها تفسير يعني، لماذا تلتزم يعني كثير من الأشياء بمسلسلة فيبوناتشي. فاينمان لا يعرف ما هو المستوى الأقرب إلى الله يعني، يقول أنه الأشياء هذه صحيح مستويات يعني، الضفدع والذرات العصبي التاريخ كذا، إلى أنه هاي السببية الذرية. يقول لا أعرف بماذا بدأ الله يعني، يعني إذا بداية الأشياء مو شرط مثل ما تصور الرؤية الفيزيائية الذرية، أنه من الصغر تكونت الأشياء الكبيرة، انفجار العظيم صغير كانت كبر يعني، لا ممكن يكون من الكبر إلى الصغر يعني، من الكبير إلى الصغير، لأن الله سبحانه وتعالى ما يتدخل بطريقة ذرية مثل ما شرحنا في المحاضرة الأولى. التدخل الإلهي هل هو في بمثل تأثير العلل الميكانيكية أم لا، يختلف يعني. فيقول أنه إذا الله إذا كان الخالق لا يخلق طبعا بطريقة ذرية، ما يحتاج، فيا مستوى بدأ به الرب يعني، بدأ به الخالق. هذه أيضا من نتائج التفصيل بين مستويات الكون، أنه ما تخلينا نشرط على الله منين يبدي. فهم السببية في الكون يعني، هل يبدأ من الأصغر أم الأكبر؟ طبعا هو يقول لا أعتقد أن أي من الطرفين أقرب إلى الله، من الخطأ اختيار أي الأطراف يعني، إنما العلماء عليهم أنه يجلسون معا ويشوفون هاي المستويات بين الهرم، مستويات الهرم للمعرفة الهرمية، شنو العلاقات بين مستويات الهرم، المتخصصين أفضل ما أنه كل شخص يدرس اختصاصه. تلاحظ مثلا تشوف تشابه الكبير، شفنا في متسلسلة فيبوناتشي شلون أنه تشابه بين المجرة وبين القوقعة، بين النبات، ظهور متسلسلة فيبوناتشي. هنا نلاحظ أنه الخلية العصبية تشبه المجرات، علاقات المجرات بيناتها في الكون، انقسام الخلية مثل انقسام هذا الانفجار مع النجوم، العين تشبه المجرة، هاي أشياء ملفتة للنظر. وهي نظرية التواقيع اللي تربط بين أجزاء من جسم الإنسان وبعض الفواكه، فهل يا ترى بدأ الإنسان ثم بدأ الكون، لو الكون هو انعكاس الإنسان هو انعكاس للكون، أي طرف بدأ به الله؟ طبعا كل قرار من ذني القرارات يعتبر مغامرة يعني، فعلى المختصين أنه يبحثون من البداية. طبعا لابد من سببية واحدة، لأن احنا في كون واحد يعني، فالمقترح يعني لا العلة الفاعلية ولا العلة الغائية، أنه أقترح أن تكون السببية مجردة عن الزمان. كيف قدمنا أنه تدخل إلهي، أنه ليس على نحو الأسباب الميكانيكية ولا على نحو العلة الغائية، وإن كان لكل فعل هو غاية، لكن الله مهيمن على الزمان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، فقد السببية فيكون، هاي من مشكلة الكون. ملخص النتائج طبعا، مع الشكر لإصغائكم وصبركم على المحاضرة، هاي ربما تكون طولت قليلا، أنه الاتجاه الذري لا يعني لا يفسر كل الحوادث في الكون يعني، ولا يقدم نظرية لكل شيء، إرجاع السببية إلى الذرات لا يقدم إجابة لكل شيء. بعض النظريات الذرية حاولت أن تبحث في الأسفل عن الوعي،
بصفته نسيج رابط، يعني احنا اذا اتجهنا الاسفل راح يتقطع الكون، فلا بد من نسيج رابط. يعني لا اقل معادلات تفاضليه ما تعمل على مستوى الكمي، لما كمات منفصله ما اقدر اسوي اشتقاق ديريفيشن، نشتق يطلع لي انفينيتي. فالبعض يعني مثل فكره ديمقريطس من فكره مثلا المونادات تتجه بالاصغر نحو الاقتراب مع الله، الى الله، لانه وعي، هناك وعي يتكون من وعي اكثر، الجماد والنبات والانسان بحركه جوهريه بينها. يعني الذين اتجهوا الى التصاغر واجهتهم الغاز الظواهر المعتمده على المركبات، اكو ظواهر تخرج في المركبات ما توجد في الذرات، فمن اين نتجت هذه؟ يعني مثل ما مثل ظاهره اطفاء الماء للنار، وانه قابليه مركبات على اشعال النار، كيف نتجت هاي في المركب ولم تنتج من الصغير؟ الانكسار مثل ما قلنا. ظاهرة الحياة والوعي لا يمكن تفسيرها بالاتجاه الذري، الحياة والكائنات الحية أشياء معقد، يعني الأشياء الذرية تتجه العشوائية، ذرات مال الغاز تتجه طبعا من تتركها تتجه توزع عشوائيا. تقسيم الكون إلى مستويات، كل منها قوانين وسببية، واتجاه الزمان هم رؤية محترمة، لا بد من وجود سببية جامعة تجمع بين كل مستويات الكون وتهيمن على السببية. هاي فكرة طرحناها، يعني تهيمن على العلة الفاعلية والعلة الغائية، مثل تأثير وعي الإنسان مثلا. السببية الإلهية لا تعتمد على الزمان، فيمكن أن تتدخل في عرض السببية فوق الزمان. هنا يعني نشكر إصغائكم وننتظر إسهاماتكم.